تسوي؟ هذا بطل طبيخ عدس للرقميات 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 هذا مشروع أجيت أول يوم بالهدنة لفتش على ذكرياتي أنا وولادي. أنا واحدة من النوع اللي بحب يحافظ على كل ذكرى في بيت، كمثلا دفتر لابني من عمر هو في المجتمع، أني بحافظ على كل شغلة لأن ما يكبر بدي أفرجيه إياهم. بس كل شيء لقيته مرمي، لا ما فيش إشي زي ما هو على بعض، كله مكسر مدمر. كنت بحافظ على ذكرياتي بس ما لقيتش ولا ذكرى منيح، كله مدمر كله خربان. كنت احب اضل اقرا لابني قصص، هاي حاولت اطلعهم لحتى اذكره فيهم اني كيف كنت اقرا فيهم لما يكبر. ما بحبش ارمي اشي، الحمد لله. ايش بدنا نحكي اكثر من هيك؟ لا نص يعني كسر ولا هذا ولا لك العاب في هذا البيت؟